حبايبنا سواقين الميكروباصات. يعني انا اتكلمت كتير عن سواقين الميكروباصات وبيضايقني ان هو عارف ان هو ميكروباص مش فارقه معاه، في ممكن يزنق على العربيات، يعني عارف ان هم هيوسعوا له باي شكل، فبيجي داخل جامد كده وبيقف في اماكن صعب ان احنا نقف فيها. يعني مطلع كوبري ليه بيتحول الى موقف ميكروباصات؟ او منزل كوبري ليه نفس القصه؟ ف انا بتكلمش على الضمن اللي عندي، بتكلم عن الميكروباصات الاكبر شويه. والضمن والله ساعات بتعمل نفس القصه. بعض التكاتك في الحته بتاعت شارع الصاعقه بتاعت مثلا من شيرتون لأربعة ونص برضو بيبقوا التريسيكلات بيبقوا ماشيين، مش يعني بص راضي تريسيكل اهو، هو ممكن يمشي اهو، ممكن يمشي على اليمين بحيث ان هو يبقى في السيف سايد ماشي بالراحه ما يبقاش في خطوره عليه، لكن هو ماشي لك في وسط الطريق. يعني انا في اللين الثالثه اللي في النص، هو كان في الثانيه، يعني قدامه تو لينز عشان خاطر يوصل للنص، فهو بيعطل الناس وفي نفس الوقت بيبقى خطر عليه، يعني ممكن حد يخبطه، حد يعني يتسبب له في مشكله او كده. ف يعني لو نركز شويه ان احنا نركن او نمشي على اليمين بحيث ان احنا ما يبقاش في مشكله. هرجع تاني للميكروباصات، غير مقبول المواقف على المطلع الكوبري او منزل الكوبري، ودلوقتي بقى فيه كاميرات، غير مقبول ان حضرتك تبقى طول ما انت ماشي تت 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 يعني الناس شايفك، يعني واللي عايز يقول له هيوقفك هيوقفك. بعدين اتصور ان انت في اماكن مش مفترض انك تقف فيها، لو في حتت صعب انك تقف ما توقفش، مش تقف مره واحده تلبس اللي وراك فيك. اتمنى يعني نخلي بالنا شويه عشان خاطر ما يبقاش في مشاكل بالنسبه للناس العاديه والناس التانيه اللي سايقه يعني وكده. تمام.